جرأة طموح أنا بعتبر هاي. يعني أنا بطبعي طموح، بحب دايما أقدم شيء جديد وبحب أوصل لأشياء معينة جديدة، وما بحب يكون روتيني بحياتي. يعني ما بحب أن أدلني على أغنية. هلا في كتير ناس ممكن الواحد يعمل أغنية يدل عليها 3 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين. يعني ممكن أنا أعطيك أمثال على مطربين كتير قدما عملوا غنية وبعدهم عايشين عليها، وأنا في أعمل هيك. يعني الأغاني الحمد لله حلوة وبتعيش، يعني ما أنا من النوع الخفيف ولا من النوع السرعة. نعم. كله أغاني إلى موضوع، كل أغنية إلى نفس، وكل أغنية ممكن يعني تعتبريها الأسطوانة. يعني لو حطينا كل أغنية بأسطوانة ممكن كتير تنجح الأسطوانة من وراء الأغنية. أنا اشتغلت لعبت لعبة تانية، يعني أني لا، بدل ما يكون أغنية حلوة خلي يكون 8 حلوين. يعني ما في شي غلط أبدا، بالعكس مثل ما عودت الناس على الأشياء الحلوة لازم تدل الناس وثقوا فيي، يعني ولازم يكون قدها ثقة أو بلا ما أشتغل يعني. وأنا بطبعي إذا سمعت شغلة لإلي ما حلوة يعني يا بنتف حالي لا ما بيصير هذا اللي بيصير، بتضايق كتير إذا عملت شغلة ما حلوة. يعني في حفلات معينة بتنزل ما بكون راضي عنها، بس اسمعها بقول لهم دخيلكم اطفوها. على كل حال هذا دليل انه دايما عم تسعى لقدام وعم عم تسعى لنجاح اكبر. راغب كمان بدي اسألك سؤال، انه في هلأ عندك مشاريع جديدة، اغاني جديدة؟ هلأ في اغاني بس مش هلأ، لحتى تاخد هالمجموعة الاخيرة حقها، ما هي يعني لحتى الناس بعد عم تسمع هذا، عم تسمع وعم تطلب بشكل كبير، والناس ما فاضي تسمع شيء جديد. راغب علامي بيتمتع بالشكل الحلو، عم تغزل فيك شو هذا؟ لعرم لكن شو دق على الخشب. مرسي تسلم. ليه ما مثلت والمعروف انه عندك عدد لا يستهان فيه من المعجبات؟ ليه ما فكرت انك تمثل، تعمل سينما او تلفزيون او مسرح؟ اول شيء لانه مش فاضي هلا، عندي متشغلة براسي. ثانيا ما كنت حاسس انه عندي هالموهبة. التمثيل بمد كتير عرض علي من هون ومن مصر، انه حتى بمصر حاولوا انه على 10 سنين بدهم نجم سينمائي جديد، وجه جديد. فكانوا عم بيحاولوا انه يرتبطوا فيي. طيب حاولت لحتى قررت هالنتيجة انه ما حاسس موهبي او لا؟ هلا ما حاولت لحتى، بس رحت على امريكا صورت اغنية هونيك وبنوع من التمثيل. يعني كنت حاسس انه التمثيل شغلي كتير مش لقلي. وقت اللي عملت اغنية هو الجوهرجية وقدام الناس وعن جد وحلوة يا ام الخال، عملتهم تصورتهم بتصوير سينما فيديو كليب على الطريقة السينمائية، فيمكن خف هالوهم اللي كان براسي عن التمثيل. تشجعت يعني؟ يعني تشجعت شوي بس بعد ما حطيتها براسي كتير. بس وقت اللي عملت هالاغاني وبكره ان شاء الله بنشوفهم بعد 4-5 شهور لا يخلص بس المونتاج تبعهم، فحسيت انه شغلي قربت شوي لالي. يعني عم حس فيها اكثر، وعاده مثل ما قلت لك ما بحب اقدم على شغلي تكون بالنهايه يكون نصيبها الفشل. يعني واحد ما بيضمن دائما النجاح، بس الدراسه منيحه انه الواحد يدرس الموضوع قبل ما يقدم عليه فاصبط. وان شاء الله اذا حسيت انه في مشروع ناجح ان شاء الله يعني في نسبه نجاح اكثر ما بتاخر. طيب راغب، شو مدى تاثير شكلك على نجاحك؟ ما بقول لك انه الشكل ما بياثر بالمره، وما بقول لك انه له التاثير الكبير. ياما مطربين شكلهم بياخذ العقل وما نجحوا، وياما مطربين شكلهم ما بيسووا ونجحوا كثير. بس بهالايام المفروض انه الواحد مع العمل الفني مع الصوت ومع الحضور غير الشكل اكيد، يعني الحضور طبعا هو الحركه على المسرح، مع كل شيء بيتعلق بالفن لازم يكون شوي انه الواحد عنده مظهر حلو يشوفوه بمظهر. يعني يمكن يلبس شوي مثل الناس و يطلع شوي، يعني مش بس مش لدرجه كبيره. يعني انا ما كتير مش المبالغه، يعني مش المبالغه. طيب هون شو رايك، انا بدي فاجئك بهيك خبريه صغيره
فاجئك وخبر مستمعين انه راغب عليمي كان عم يسبح الاحد مش بمكان بعيد انما هون بالجولدن بيتش، فما اخذت عليه الشمس ابدا. ولما سئل عن السبب في ناس قالوا انه يمكن السبب من كتر ما كان محاط بالمعجبات حجبوا عنه حرارة الشمس. اقولك بتوافقني؟ غلبتيني فيها هذه. انا كنت بالجولدن صحيح، رحت تغديت، كنت معزوم على الغداء. ايوه. وعم بسبح امبارح، كنت عم بسبح بالميدل بيتش وكنت عم بعمل سكينوتيك وكسرت حالي هيك. بتعرف بدها شويه عضلات زياده. اكيد. مزبوط، بس منين جبتي هالمعلومات؟ معلومات سريه. توب سيكرت. راغب، حكينا عن الشكل الحلو انه ضروري. منه الأساس بس ضروري للفنان. يا هل ترى العزوبية ضرورية لا ينجح الفنان أو لا؟ أبدا مش ضرورية، برأيي مش ضرورية. وإن شاء الله يعني كل إنسان عزابي بيتجوز. ناوي على الخير أنت أو مبدئيا مش ناوي، لأنه ما في قصة حب يعني تفرض علي شيء، إنما وقت ما في أجمل من الزواج بعد حب. إذا الواحد حب لازم يتجوز، ولا اذا ضل كل عمره عزابي غلط. بس ما بقول انه الواحد اذا تزوج مثلا ممكن تاثر عليه فنيا، ما بيخسر من معجباته مثلا. ما يعني المعجبه اللي بتحب الفنان ما بتحبه لانه عازب، بتحبه لانه قدم له اغنيه حلوه. انا هيك مقتنع. بس ان شاء الله ان شاء الله اذا بحب، يعني اذا وصلت لانسان يحبها، قدرت احب من كل قلبي وعملت علاقه صادقه مع انساني، يعني مش بعيدة ابدا انه الواحد يتجوز. طيب انت متى بتتوقع؟ عم تقلي هلا انه ناطر انك تلتقي بالفتاة المناسبة، بس اي متى بتتوقع بشكل عام انك تنفذ حكم اعدام بعزوبيتك؟ والله ساعة لربنا بقرر، ساعة لربنا بقلي في نصيب عليك، يعني انه نصيب انك انت تاخد هالبنت تكون هذه شريكة حياتك. ما بتأخر، الاتكال على الله. الاتكال على الله طبعا. بالواقع اتصالات كتير كتير عم تورد على الاذاعه، كلهم عم يطلبوا انه راغب علامي يبقى، ولما طلبنا منه انه يبقى قال ما عنده مانع. منشان هيك رح نمدد المقابله، رح نبقى سوا، انما بنسمع موجز للاخبار تمام الساعه 12 وبنرجع بنلتقي مع راغب علامي على فنجان قهوه كمان جديد، لان صرنا بثالث فنجان قهوه. بنكفي حديثنا سوا وبنطرح الاسئله اللي بتهمنا وبتهمكم بالطبع. اذا حوالي دقيقتين بنكون مع موجز لاهم الاخبار باللغه العربيه. معكم دايما إذاعة صوت الحق.